بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي شاشة البلد الفضائية في كل مكان أينما كنتم داخل وخارج ربوع هذا السودان الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا أن نلتقيكم هذه المرة في مساحة عيدية خارج حدود الخرطوم. الآن نحن في ولاية البحر الأحمر وفي حاضرة هذه الولاية مدينة بور سودان ثغر السودان الباسم. كل عام أنتم بخير وإن شاء الله دائما يا رب تأمين والأمين. عيد سعيد يا رب يعود على كل الأمة الإسلامية والسودانية بالخير واليمن والبركات ويعود على السودان بشكل خاص بالأمن والاستقرار والأمان. سعداء نلتقيكم في مساحة جديدة ومساحة مختلفة في مجموعة من المشاهد حول العيد في ولاية البحر الأحمر وفي مدينة بور سودان بشكل خاص من خلال شاشة البلد الفضائية. مرة ثانية كل عام وانتم بخير ويا رب دائما تأمين والأمين. اهلا وسهلا بكم في مساحه العيد. كل عام وانتم بخير يا رب دائما تامين والامين. بعد الصلاه طبعا المطايبه والسلام والمحبه بتظهر في الشعب السوداني وزي ما شايفين اعمامنا واخواننا وكل الناس في مدينه بور سودان في العيد السعيد بتحاول توصل رسائل العيد. عمنا مرحبا بك كل عام وانتم بخير. صحه سلامه. الله يسلم. الله يكرمك. الله يسلم. كيف العيد معك؟ والله الحمد لله. ربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله ويجعلنا ان شاء الله دائما في رفاهيه وخير يعني يبعد عنا شنو الازمات ويعني الفتن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كيف اليوم في العيد؟ والله الحمد لله نحمد الله كثيرا عليه انه طبعا نحن طبعا في حي سكه حي حي يعني مترابط ويعني يضرب به المثل على مستوى بور سودان. اقدم الاحياء في بور سودان كثير ومن هنا نقول حي سكه حي لانه حي سكه حي الحكومه نحن حي الورش لانه حي اهالي وحي مترابط وكله ويعني فيه الوحده الوطنيه من كل القبائل وكل كل الاسر. عائلتك ورسالتك لكل الناس اللي بتشاهد شاشه البلد. والله انا يعني الاعلام ده احبه شديد لانه انا في الاعلام البحريه اشتغلت في الاعلام العام اشتغلت وفي الاعلام عندي اخوي يعني دفعه معي علي شاويش ومدير كن هيثم يعني اقول لهم ربنا يتقبل منه وربنا يعينكم ويجعلكم هي دائما في خدمه ويعني تبثوا للناس يعني مشاعر وإعلام في البلد ان شاء الله. جزاكم الله تحياتي ليك دائما لكل الناس اللي بيشاهدنا في خلال هذه المساحه وسعداء نلتقيكم في مشوار من المطايبات والمحبه على شاشه قناه البلد الفضائيه. عمنا مرحبا بك كل عام وانت بخير. يا غالي يلا كويس يلا كويس الحمد لله. عام وانت بخير. الصحه والسلام ان شاء الله السنه الجايه لباليكم كذا رب يحقق الاوضاع. عائلتك ومطايبتك نحن الان على قناه البلد الفضائيه. ايوه كيف بارك الله فيكم والله. كيف الحال؟ والله بخير والله الحمد لله والله بخير والله. كيف اليوم في العيد؟ لا اليوم تمام والله يوم فرح ده يا زول والجو كويس يا زول حاجه تمام تمام. فضلوا معنا جبلات كمان حي سكه حديد من اقدم الاحياء في بور سودان. أيوة. وما غريب عليه والاجتماعيات. ايوه والله ما غريب عليه طبعا الليلة مولودين هنا ذاته في سكه حديد. طولتوا هنا؟ ايوه طول لا مولودين اساسا سكه حديد اكيد هو طبعا احسن حي في الاجتماعيات في اي حاجه دي احسن في المقاهي. العيد كيف في سكه حديد؟ لا تمام والله شفت الناس دي كلها تخش كل بيت تخش البيوت دي كلها تعيد على الناس اللي جوا دي الناس العجائز الناس هذول بس خاشين على البيوت خلاص. ايوه خاشين على البيوت كده. ايوه طبعا حبابك مرحبا بك بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. حنتواصل معكم في مطايبات ورسائل عبر العيد السعيد. السلام عليكم كيف الحال؟ الله يبارك فيك الله يسلمك والله ربنا الله يبارك الله يبارك فيك. مرحبا كل سنه طيبين ان شاء الله غفر الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. كيف اليوم الاول في العيد؟ والله هو لسه يا دوب الناس يا دوب ايوه الناس عندها زيارات ورف بعدها وزيارات طبعا الاهل والجيران وكذا
تخش البيوت طوال. والله ما نايمين ذاته تصدق. بس الكحريت ده بعدين حي قديم وحي شعبي يعني. والله اكيد طبعا حي عريق يعني ما شاء الله. ايوه كل الناس ما شاء الله مع بعض وحي جميل يعني. أيوة. اغلبيه الناس حس كده تلاقت في الصلاه دي ذاته. لكن برضو لازم يزوروا بعض في البيوت يشيلوا الحلاوه. اكيد اكيد دي ما في اثنين ثلاثه. ايوه اكيد اكيد. احنا في شاشه البلد الان بنحاول نوصل صوت الناس لكل مشاهدي شاشه البلد الفضائيه. اذا عندك مطايب او عندك رساله بتاعت عيد المساحه لك. الله يبارك فيك. الله يعيدنا لكل الشعب السوداني. اتمنى ربنا يعم الخير ورخاء البلد. ورزان دي اتمنى ربنا يجيب لها المويه. ثاني ما ادري حاجه غير كده. بس المشكله بتاعت مويه يعني مشكله صعبه والله عزيز. بس اتمنى مشكله المويه تحل ان شاء الله. انا بعد نرعى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. من العايدين ان شاء الله. اللهم من عم رسالتك ان شاء الله في هذه المساحه. والله اول حاجه كل التهاني كل عام وانتم بخير للسودان عامه ان شاء الله. والبلد ان شاء الله ربنا يجعلها رخاء ويبعد عننا الوباء والبلاء والرخاء والعيد لكل الناس صغيرا وكبيرا نساء كل اهل في السودان عامه. برنامجكم كيف عادة في العيد؟ العيد طبعا هو الصلاة. الناس بتجي صلاة العيد كل الناس الشباب والبنات والأولاد كل الأهل. الناس الحديد دي ما تعتبر هاي مترابط هاي شعبي كله. والزيارة لكل البيوت بيت بيت صغير والكبير والنساء والأطفال كلهم يزوروا بعضهم. والبيوت زي ما قلت فاتحة فاتحة لكل الناس. طيب العيد برضو فيه مساحات الواحد بيكون مع ظروف الحياة والانشغالات ما قادر يصل بعض الناس يعني. أيوة. الآن قناة البلد عندك مساحة فيها عشان توصل صوتك. أيوة. دي فرصة ذاته لقناة البلد وجزاكم الله خير. وفرصة ذاته الناس تزور بعضها. وزي ما قلت المشغوليات والإناي في العيد ده فرصة الناس تزور بعضها وتلاقي بعضها. في ناس تكون سنين ما قابلت وناس يكونوا جايين من برا بورسودان. إن شاء الله بورسودان إن شاء الله زي ما قال أخونا معتصم ربنا يبعد عننا المويه دي تجي المويه وهنا ربنا يجيب المطر. تبقى لنا سقيا خير وبركه ان شاء الله. ان شاء الله بركه. العيد يدعو عليكم بالمويه اللي انتم عندكم فيها لها مشكله كبيره جدا. جزاك الله خير والاخ المصور وليك انت جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. متواصلين معكم مشاهدينا قناه البلد ان شاء الله. متواصلين معكم قناه البلد الفضائيه في تغطيه لاحوال العيد السعيد من خلال بورسودان ومساحات مختلفة طبعا. بعد ما الناس صلت حيكون في مجموعة من الزيارات والمطايبات. الآن الشباب برضو عندهم دور كبير جدا في العيد زي ما شايفين يعني. زي جميل ده مرحب بك كل عام وانت بخير. صحة والسلامة يا رب. الحاجة وعليكم السلام. فخر الدين حسن عبد الرحيم. كيف الحال؟ تمام. الله يحرمك ان شاء الله كل عام وانتم بخير وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. وربنا ان شاء الله يعيدوا والناس تأمين والأمين كده ان شاء الله يا رب. كيف العيد معاكم أول يوم؟ والله نحمد الله ونقول الحمد لله. احنا طبعا ده أول عيد غايته. أنا بالنسبة لي شخصيا ما عيد لانه اول عيد وابوي توفى قبل 3 شهور. ربنا يرحمه ان شاء الله ويغفر له الرحمه والمغفره. اللهم امين ان شاء الله. لكن هو الحمد لله على كل حال. العيد برضه بيظل عيد يعني حتى لو كان ساعه الحزم موجود. نعم 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 طبعا. العيد الصوم هو عيد في السودان. احنا عندنا معروف انه العيد ما بيتغير بكل تفاصيله وبكل حاجاته البسيطه الجميله. الشباب كيف يسقى حديد العيد عندهم كيف؟ العيد مختلف جدا من بورسودان ومن من السودان عموما يعني. مختلف شنو في بورسودان؟ الترابط الاجتماعي القوي جدا يعني التداخل الاسري الترابط كده. الناس مترابطه كلها اخوان كلها احباء زي الاهل. ايوه الشهر ما شاء الله اللفه بتاعتك جميله. الله يكرمك ان شاء الله يا اخويا. كل عام وانتم بخير. صحه وسلامه يا رب. حق ابانيك ان شاء الله. بارك الله معكم مشاهدينا في كل مكان. ومطايبات كثيره حتكون معنا من خلال هذا العيد السعيد. كيف الحال؟ مرحبا بك. كل عام وانتم بخير. انت بخير. مين معنا؟ احمد عبد العزيز. محمد ساكن سكة حديد ولا جاي ضيف؟ جاي ضيف من كسل. من وين؟ من كسل. العيد احسن هنا ولا في كسل؟ والله احسن في كسل عشان هنا ما عارف ناس كتر. الاهل في كسل يعني. اي طيب الان عبر قناة البلد انا حديك مساحة حي اهلك في كسل. مرحبا بكم كل سنة انتم طيبين. العيد مبارك. السنة الجاية معاكم. ان شاء الله السنة الجاية معاكم. احنا متواصلين معاكم مشاهدينا في كل مكان في تغطية لقناة البلد الفضائية. وكل عام وانتم بخير. انتم بخير يا اخي. عليكم الصحة والسلامة. اللهم امين. اللهم امين على والله تمام الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يتقبل من الأمة العربية كلها ان شاء الله. اللهم امين. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. نتعرف عليك. صلاح الدين احمد عمر من حي سكة حديد.
سكة حديد. أي من الناس سكة حديد ذاتها. سكة حديد حي قديم وحي بتاع ترابط اجتماعي كبير جدا. آه والله بجد يعني حي ما شاء الله قام كله على الترابط يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني سكة حديد دي يعني من الديوم القديمة في بورسودان. طيب البميز سكة حديد عن بقية أحياء بورسودان شنو؟ والله يعني طبعا سكة حديد من الأحياء القديمة يمكن بورسودان ذاتها تأسيسها ذاته معظمه كل الناس دي يعني كان زام بيجيبوا من القطر وكان بيجيبوا حي السكة حديد ومنها طبعا باقي البلد كلها شتتت من حي السكة حديد عشان كده سكة حديد كلها مربوطة يعني حتى مع الناس البرة ويعني انتوا براكم زي ما شايفين ده الناس كلها مع بعض وكلها يعني الحي اصلا كده احنا جنبنا محطة قدار طوالي مباشرة علاقة المحطة بسكة حديد يعني اغلب الناس زمان قالوا كان شغال في المحطة دي وحتى البيوت كان شكلها كله خشب يعني الان في تحول كبير حاصل في سكة حديد صح صح يعني سكة حديد طبعا سكة حديد الخشب تختلف من سكة حديد الحجر سكة حديد الحجر طبعا كلهم ناس تابعين للسكة حديد لكن ناس سكة حديد الخشب ديل طبعا دي بيوت بتاعت أملاك ديل الأصليين ديل الأصليين أيوة ديل الأصليين يعني كلهم ما شاء الله كلهم من أبناء الشمال وهناك يعني معظمهم يعني ناس من الشمالية جا سكنوا هنا واستغروا في السكة حديد وبيجوا جوار لمحطة السكة حديد زي طيب أنا بديك مساحة عبر قناة البلد الفضائية إنك تحيي أهلك كلهم الآن مشاهدوك عبر هذه المساحة والله أنا هي كل السودان أول بداية إن شاء الله البلد دي تنعم بالخير والصحة وكلهم يكون يعني تاني ما في مشاكل غبلية ودايرين السودان كله يكون وطن واحد وهني كل جميع الأصدقاء والأهل في جميع أنحاء السودان والدول الخارجية إن شاء الله شكرا لك عمنا صلاح وكمان لسه متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في مطايبات يمكن الناس يدوب صلت وعندها مجموعة من المساحات والزيارات حتكون حاصلة في سكة حديد خاصة إن سكة حديد أصلا حي قديم جدا زي ما قالوا أعمامنا وواحد من الأحياء القديمة اللي تأسست عليها مدينة بورسودان كان طبعا زمان كل الحي عبارة عن البيوت كان كلها بالخشب الآن في تحول كبير حاصل في المباني لكن الناس زي ما هي زي ما قالوا في أصلها ترابط اجتماعي كبير جدا وقيم اجتماعية سائدة في كل أنحاء الحي ما بين الشباب وما بين الناس الكبار تحية طيبة معاكم مشاهدينا ومواصلين في مساحات العيد السعيد من ثغرة السودان الباسم خليكم معنا اهلا وسهلا مشاهدينا في كل مكان وكل الناس اللي انضمت لمتابعه قناه البلد الفضائيه نحن في بورسودان مواصلين في جوله العيد مع اهالي مدينه بورسودان مجولين في مساحات مختلفه الان نحن خلاص وصلنا مرحله الجبنه لانه انسان بورسودان دائما بيعتمد على الجبنه في كل صباح وفي كل مساء خاصه في العيد عنده مساحه كمان خاصه جدا مع الجبنه كل عام وانتم بخير السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك الله يكرمك اتعرف عليك محمود علي محمدين محمود كل عام وانت بخير كل سنه وانت طيب الحمد لله الله يكرمك كيف ان شاء الله كويس كيف اليوم معك الحمد لله كويسين ما في عوي والله الناس خلاص بقت ناس جبل الحمد لله ناس جبل والسواهي الحمد لله ما شاء الله والله تعرف اماني الجميع بارك الله فيكم السلام عليكم السلام الله يوسف احمد صحة السلام يا حسين عادي تسلم الله دي العافية كيف العيد معك لا لا بخير ما في عوي الحمد لله والله طيب انتوا ضيوف ولا سكان المدينة لا لا ضيوف نحن نعم العيد هناك هنا كيف الوضع كيف اختلف ولا هو زاد والله يعني اختلاف يعني من الوضع في اختلاف يعني. الاختلاف وين والله يعني زي في الغرب يكون احسن من في المدن شويه هاي انت من وين انت غريه والله نحن عليم من ابوغيد نعم العيد في الابيض كيف لا ما فيه كلام سمح شديد يختلف هنا كثير معظم فوق الاسر واهل كلهم هناك اهل من هاي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صحة وسلامة الله عبد الله إبراهيم حسن مرحب بك والله برضو أنت ضيف تخيل نعم نعم من الأبيض من نفس المكان تقول لكم من الأبيض يعني دي شو الأبيض يعني الحمد لله كلنا من الأبيض الحمد لله والله بس في احنا أصلا سوا قاعدين وساكنين سوا والعمل بربوطنا كلنا سوا في داخل السوق ولكن طبعا من أي مجال عمل فترات معينة كده
ونتبادل في العمل فترات معينة كده، بيجوا ناس غيرنا ونحن نرجع وبيجوا التانيين كده يعني، لكن أساسا ما مستقرين هنا، لكن مجرد العمل بيجيبنا هاي بس مع السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. مهد أحمد. نعم مهد أحمد. العيد والله هنا أحسن وهناك برضه أحسن، لأنه بكون مع الأهل والأجواء السمحة وكذا، لكن هنا برضه سمح شديد يعني ما في كلام والله، بس يعني الأهل والقرابة والأجواء والحياة اللي انت عايشة كذا. طيب انتوا إذا عودتوا على العيد بعيد من اللبيد يعني تخليه عندكم سنوات كثيرة في بورسودان مع السوق والشغل؟ أيوه نعم، هاي الناس بورسودان والله يا بورساي. الحمد لله عودنا العزر في العمل بربطنا هنا، لكن ان شاء الله في العيد الكبير بنكون مع اهلنا هنا. ايوه نعم. طيب الان عبر قناه البلد انا حديكم مساحه كل واحد يرسل تحياه لاسرته في اللبيد، مساحه خاصه جدا لناس اللبيد يعني. ايوه نخلوه ان شاء الله العيد العيد عليهم بلمنا البركه ربنا رب. ايوه والله ايوه ان شاء الله. كيف ان شاء الله نبلغ اهلنا ربنا يديهم العافيه والصحه ويهدوا في خير ان شاء الله كان ربنا سهل. الحمد لله. نرسل التحايا لكل الأهل في الأبيض في بورسودان في كل أنحاء السودان بعيد وقريب، نقول لهم كل سنة أنتم طيبين والغابة كده زي ما عاوزين إن شاء الله، وربنا يحقق الأمان ويدي كل زول زي ما عاوز إن شاء الله. إن شاء الله. أنت ما كنت متخيل نفسك توصل تحياك للأبيض، لكن سيادتك مساحة توصل تحياك مباشرة للأبيض، وكل الناس الآن بتشاهدك من الأبيض حتعرفك أكيد يعني. لا إن شاء الله كل سنة طيبين والصحة والسلام إن شاء الله زي ما عاوزين كمان يا. الله يكرمك يا الله يا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باديا تحياتنا لكم انتم مجددا، وتحياتنا للاهل بقريه الأبيض ومن دمحه احمد والزريبه وكل الاصدقاء والاحباب والاهل عامه بصفه عامه خاصه كبير وصغير، ونشكركم كثير الشكر، وصلتوا رسائلنا لخلفياتنا في هذا البلد. الله يديكم العافيه ان شاء الله، وتقضوا في بورسودان اجمل الاوقات. وانا اول ما قعدت قلت لي جبنه في جبنه ولا جبنه في كوبايه، دي عاده بتاعتنا الشرق. انتوا خلاص بقيتوا ناس اسرنا ليه جبنه كوبايه ولا جبنه في جبنه؟ جبنه تطلب على حسب مزاجك. الحمد لله اسرنا ناس الشرق. اسي دي جبنه في جبنه يا اخوان. نعم جبنه في جبنه طبعا بتكون مسكره جاهزه يعني. نعم تكون مسكره جاهزه يعني ما في كلام تشرب بس. انت بتفضل جبنه في جبنه ولا جبنه في كوبايه؟ انا بشرب جبنه في جبنه، يعني باقي الاخوان بشربوا جبن في كوبايه. ايوه نعم قلنا صبيط. ايوه نعم بشربوا جبن في كوبايه. ساخونا عبد الله بشرب جبن في كوبايه طوال، ما بشرب جبن في جبن. اي بشرب جبن في جبن والله. في الأبيض عندنا اخواننا هنا برضه في قريه الفرع برضه نبلغهم التحايا، ربنا يزعدهم كمان يدوم العافيه. ايوه الفرع عندنا فرعين، الفرع الشرقي والغربي ديل اهلنا، ان شاء الله ربنا يحفظهم ويدوم العافيه ويتم الصحه. شاكر المساحه معاكم، وان شاء الله دائما نتواصل معاكم في مساحات جميلة. كل عام انتم بخير مشاهدينا، وكل ما ينضم لهذه المساحة من ثغرة السودان الباسم من بور سودان. كل عام وانتم بخير مشاهدينا، وكل ما ينضم لمتابعه شاشه البلد الفضائيه. نحن الان في دين مدينه، واحد من الاحياء المهمه جدا في مدينه بورسودان، وفي قهوه دين مدينه اللي هي القهوه المعروفه المشهوره في دين مدينه وفي بورسودان بشكل عام. هي منتقى لناس كثار جدا بيكونوا موجودين فيها، اذا كان سياسيين او رياضيين او مجمع كبير جدا لشباب بورسودان. الناس بيتلاقوا هنا وبيتفاكروا وبيشوفوا قضايا المدينه وبيتلاقوا ويصافحوا بعض وبيحبوا بعض في قهوة دي المدينة، وكل واحد أكيد عنده واحد فاقده بيجي يشوفه طوالي في قهوة دي المدينة باعتبارها واحدة من القهاوي المشهورة والمعروفة. نحن الآن حنخش ونعيد عليهم ونشوف العيد عندهم كيف. أكيد في مساحات مختلفة ومتنوعة، وطبعا ارتباط العيد في بورسودان بشكل كبير جدا ما بين القهوة وما بين المساحات اللي فيها المطايبة والمخاطرة. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ كيف؟ صحة وسلامة. أعرف عليك مع محمد عبد الرحمن. محمد كيف الحال؟ تمام 100% والله صحه وسلامه. سلام ورحمه. تعرف عليك مهال محمد عبد الرحمن. كل عام انت بخير صحه وسلامه يا صاحب بلد ولا ضيف؟ ضيف والله. من وين؟ من شمال كردفان.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله والله. طول الايام انجزح صحة والسلامة. كيف العيد معك؟ الحمد لله والله. ضيف ولا صاحب بلد؟ ضيف. ضيف من وين؟ من مرغورة. مرغورة. ايوه. حبابك. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. طول الايام صحة والسلامة. كيف العيد معك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله طيبة. طول الايام صحة والسلامة. يا عزيزي من الشباب كذا. الله اكبر. تمام والله. كيف العيد معك؟ والله الحمد لله. الامور طيبة؟ من نعمة. الشباب ذي كيف امورهم طيبة؟ ماشي الحال ما في عوي. منا عليهم. الحمد لله. وعاك من عوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فرحان بخيت. صحة والسلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة. معاك محمد عبد الله حسين. تهدى الايام. تهدى الايام. لا تهديك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة. صحة وسلامة. حسين علي. حسين من وين؟ من جمال كردفان. أي. المكان ده ملتقى كردفان ولا شنو هو؟ مروابة. أي. طيب وصل تحياك عبر قناة البلد الفضائية لكل أهلكم في مروابة. صحة وسلامة يا. عود الأيام يا. يديكم العافية. السلام عليكم. كيف الحال؟ كل عام وأنت بخير. أنت بخير. عود الأيام إن شاء الله. ربنا يحقق الأمان. اللهم آمين. من وين؟ أم الغرع. مرغورة حبابك دي كلهم اخوانك واهلك يعني. اللهم وصل تحياك لكل اهلك في ام الغرة. اللهم امين. عايز اقول لهم شنو؟ كل سنه انتم طيبين يا اخ، ربنا يحقق امانيكم يا اخ، ان شاء الله السنه الجايه زي ما عاوزين. طولت من العيد في ام الغرة ولا يا دوب جاي بورسودان؟ يا دوب جاي بورسودان. كويس. السلام عليكم. السلام ورحمه. كيف الحال؟ الحمد لله. يعود الايام. ربنا يحقق الامان يا. عرفنا عليك. اسامه الحسين من شمال كردفان. شمال كردفان. اي في شمال كردفان. طبعا اكيد هناك في شمال كردفان. كردفان. اي. الناس اللي بيقولوا انت الاستاذ وفي ناس بيقولوا انت الدكتور، الحاصل شنو؟ هذا كلام سايع. ده كلام سايع. رفيع معنويات. ربنا يتقبل منا الصيام والقيام عاد والله على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. مرجعك ان شاء الله تامين ولامين وسالمين ان شاء الله. طيب عبر قناه البلد الفضائيه انا عايزك تحيي كل اهلكم في شمال كردفان، تحديدا الاسره الصغيره في شمال كردفان. انا بحيي اهلنا في كردفان عامه. وبالخاص شمال كردفان، بالخاص غيرة أم الغرة، وبحي منها العمام والجدود والخوال كلهم في غيرة أم الغرة، بالخاص الوالد أحمد حسين كلهم يعني، والأسرة الكريمة في ولاية شمال كردفان في غيرة أم الغرة. متابع الغرة أنت قناة البلد ولا متابع؟ والله يعني كده يعني مشغل البلد زي ما تعرف أنت. مشغل البلد أنت نازل البلد يعني. أي. ربنا يسهل إن شاء الله، يديك العافية، جزاك الله ألف خير. السلام عليكم. السلام عليكم. معك مصعب محمد. مصعب من وين؟ من شمال كردفال. انا ما حاسال يا اخوان، الناس كلها من نفس المكان. ربنا يديكم الصحة والعافية ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم. العيد افضل لك هنا ولا هناك؟ افضل هناك والله. بيزعل كده ليه؟ ها زعلان؟ تبقى الغربة لازم تعمل كده. يختلف شنو؟ ها؟ يختلف. اختلف حاجات كثيرة يا اسمي. حاجات كثيرة. حاجات كثيرة والله. لكن ما في النهاية السودان ده ما واحد يعني. مش في السودان واحد هي حاجة، لكن ما زي هنا. ما زي الاهل. ايوه انا عبر قناة البلد انا بديك مساحه تحييهم اهلك في كردفان. حييهم وقول لهم كل سنه وانتم طيبين وصحه وسلامه وحققوا امنياتكم، اديكم زي ما عايزين. اخوان الاسره كلهم بدون فرص. ايوه يديك العافيه. احنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في قهوه دي المدينه، وتحايا العيد السعيد. السلام عليكم. كيف الحال؟ تعلينا قدام شويه كده. تعود الايام. اللهم عود صحه وسلامه. انا هقول لك انت من شمال كردفان. انا الناس كلها قاعده من شمال كردفان. هاي من شمال كردفان محليه دم حي احمد حبابك والله. هاي. العيد الناس كلها اتفقوا انه العيد افضل هناك، افضل من بورسودان. انت معاهم ولا افضل في البلد؟ اتفق معاهم يعني. تقابل كده للاهل والحاجه والخالات والعمات كله. مقعدكم هنا شنو؟ شغل ولا الحاصل شنو؟ ما الشغل انا نمشي العيد الكبير. الضحيه. هاي العيد الكبير بيجمع الناس كلها. تعوض العيد الصغير يعني. عوض العيد الصغير. كويس. يعني كده بكون بدل العيدين. بتلم القروش وتمشي تعيد على الناس. بتلم القروش وتمشي شنو بتعيد، وبعدين عدي جاكاتك كده، وبعدين ظبط امورك. ظبط امورك كده. كون شنو شغل ديسيس مان. طيب يختلف شنو في العيد هنا والعيد هنا؟ يعني انت اكثر حاجه هنا يختلف. هنا يوم العيد بعدين بعد الصلاه تمشي يا نمدة ويا قام مشيت اشتغلت عشان تلم القروش. العيد الكبير قرب. العيد الكبير بغازي. هاي. طيب الآن بديك مساحتك عبر قناة البلد الفضائية عشان تقدم فيها التحايا والتهاني للأسرة الصغيرة والبلد كلها في كردفان. هاي. حبابك حابب تقول لهم شنو؟ ها؟ حابب تقول شنو لأهلك في كردفان؟
الاهلاوي كردفان. عيد عليهم يا يعني. العيد مبروك، كل سنه انتم طيبين والصحه والسلامه. الدور الجاي كده ان شاء الله كده في عرفات. إذن مشاهدينا في كل مكان، نحن لسه متواصلين معكم في مساحة العيد السعيد من ثغر السودان الباسي، ونحن الآن في مكان معروف جدا عند كل أهل السودان، مش فقط أهل بورسودان، لأنه هو السقالة. فالسقالة هي أصبحت معلم بارز جدا وأصبحت دليل لمدينة بورسودان في جدولك للزيارات في المدينة، إضافة للكورنيش والأماكن السياحية. لازم تصل منطقة السقالة عشان تأكل السمك من البحر مباشرة، فبالتالي نحن في مكان جميل جدا، أجواء رائعة جدا. حنحاول نعيد على الناس الضيوف في السقالة. دائما بيقولوا أهل المدينة ما بيجوا السقالة بشكل كثير، لكن أغلبية الزوار بيكونوا من ضيوف المدينة، فبالتالي حنكون مع ضيوف المدينة وأيضا مع أبناء المدينة والمنطقة في بورسودان في منطقة السقالة، ومنياتنا لهم بتناول وجبات هنية وشهية، ومنياتنا لهم كمان بقضاء أجمل الأوقات في العيد السعيد. وكل عام وأنتم بألف خير. نحن لسه متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وكل من انضم لشاشة البلد الفضائية. نحن في سقالة، سقالة السمك، وسعيد جدا أكون مع عدد من الناس، واحد منهم عبد الله الإنسان الجميل الشقال في منطقة السقالة. حنعرف إنه أكيد السقالة في العيد وارتباط السقالة بالضيوف بشكل كبير جدا، الأسباب فيها شفيعة. عبد الله مرحب بك، وكل عام أنت بخير، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد عليكم وتنعم إن شاء الله بالخير والبركات. عليكم السلام ورحمة الله. والله نحن سعيدين بكم أنتم يا أخي جماعة بوجودكم. طبعا العيد هو كالسقالة ولما الناس كله جاي من برا وداخل الاسم هذا، طبعا بيجي هنا على السقالة، طبعا بتنور بين الناس الضيوف يعني، ودي هو حياتنا كده معهم شعب. العيد كيف معكم يا عبد الله السنة؟ والله العيد الحمد لله يا أخي تمام. والله عبد الله هو طبعا نحن الليلة في أول يوم من أيام العيد الأضحى الفطر المبارك إن شاء الله. دائما بقول يا عبد الله الناس اللي في الحج ما بيحجوا يعني، وبرضه هنا في مقولة ناس بورسودان ما بيجي السقالة، الكلام ده صح ولا ما صح؟ والله بالفعل يعني الناس بورسودان أصلا ما قاعد يجوا، هو إلا يجيبوهم الضيوف. الناس الجايين من برا طبعا الواحد بيكون عارف شنو، لأنه في حاجة اسمه السقالة. سامع بالك؟ أيوه سامع. يقول لك يا أخي راح وديني السقالة. بعد ما يجي هنا، وخاصة كمان لما يجي يقول له يا أخي راح وديني في حاجة اسمه غرفة زجاجية، يقول له يا أخي غرفة دي شنو دي؟ فايس يعني هو يكون سامع بها بس سامع بس عارف مثلا أسماءك ملونة، يقول لك والله أنا ما حصل مشيت، لا أنا سامع بها لكن ما حصل مشيت لا. فطبعا هو دي الحياة، الناس البرة هو يكون سامع بها، لكن الناس اللي جوا الداخل ما بكون زيها، زي ما قالوا في بيت الحج وما بيحج.
يا حوزات الحاصل. طيب انتوا كناس شغالين هنا في السقالة يعني كيف مع الحياة في السقالة، السمك، البحر، الحاجات دي عندها طابع نفسي جميل جدا الخيل. والله بالفعل يعني هو طبعا بنمشي من هنا، انا طبعا تابع للانشاءات الزجاجيه، فالزمن ذاك لما طبعا ما واحد ما بيسحج من حياه الطبيعه بتاعت البحر دي، طبعا الحياه البحريه يعني قدر ما انت مشيت اكثر كل ما ترغب اكثر كمان تستمتع مع الاسم مع البحر كده ونايم مع الاسماك والشعاب المرجانيه تستمتع يعني. كل ما نمشي طبعا وخاصه من الحياه الطريفه بتقابلك بتمشي تلقى الناس يعني جايبهم ذاتهم، الناس الركاب ولا الزباين جايبهم. الواحد لما نمشي يشوف الحاجه كده من اطراف الحياه اللي قابلتني مره قامت حكت لي قصه كده بقت عاينت كده قامت قالت سبحان الله والله شوف الخوايات دي لاي مع بنو الحكايه دي كيف ايش يعني يعني ارتبطت في زينه الخوايات دي هم اصحابي يعني. نعم شافت الحكايه دي كده قالت دي الخوايات بنو القصه دي. طبعا هي حاجه سودانيه خاصه هي طبعا طبيعه هي من عوامل الطبيعيه يعني الشعب المرجانيه تشوف شكلها كده يعني جايب شكلي كده يعني منسق الحمد لله يعني سبحان الخالق. حتى الغرفه الزجاجيه ذاتها هي شغل سوداني يعني تخليه ما في ايادي خارجيه. لا كله شغل سوداني. أيوة. كله حاجات سودانيه يعني ما في اي المراكب الزجاجيه والغرفه الزجاجيه كلها شغل سوداني. انت اصلك من المنطقه هنا ولا جاي اصلا للعمل ولا الفكره شنو يعني؟ والله يا اخي شبه بقيت من المنطقه لانه اصلا مولود في البلد دي. مولود في بورسودان واشتغلت في بورسودان. طيب عبر قناه البلد الفضائيه حديك مساحه تحيي وتهني كل اهلك في المنطقه الحقيقيه ليك يعني اذا كانت تحايا وتبريكات. وانا متاكد انت بيسوي الشغل مع الاسماك طولت جدا من الناس. والله بالفعل يا حي اهالي من الدامر منطقه بقول لها ابو سليم احييهم تحيه خاصه جدا جدا ان شاء الله. أقول لهم العيد مبروك عليكم وعلينا عليكم مبارك. كل سنة أنتم طيبين. برضو عايزين دعوة للناس تجي السقالة بالذات للناس بورسودان ده. والله يا أخي هل بيجي مع الضيوف زي ما أنت قلت؟ والله يا أخي ندعوهم يعني يشوفوا السقالة ويشوفوا الغرفة الزجاجية والشعب المرجانية إن شاء الله. أنا شاكر ومقدر لك. الله يخليك يا بارك الله فيكم. شكرا يا عبد الله. وكمان اكيد في جهد كبير جدا مبذول من الناس الشغالين في منطقه السقاله بيهيئوا في اجواء جميله اذا كان غرفه زجاجيه او الحركه البحريه او حتى اعداد الاسماك. فبالتالي موعودين معاكم ان شاء الله في مساحات عيديه. كل عام انتم بخير وكل عام ان شاء الله والسمك كمان في زياده والناس تستمتع بهذه الاجواء في مدينه بورسودان تحديدا في منطقه السقاله. لسه واصلين معكم مشاهدينا في كل مكان وكل عام انتم بخير ودائما يا رب تامين ورامين. سعيدين جدا نكون فين في السقاله لكن المره دي في سوق السمك. الناس طبعا بتيجي تاخذ السمك من السوق وبعدها تمشي السقاله في محلات مختلفه. سعيد جدا اكون مع واحد من الناس القدام جدا في سوق السمك. محمد مرحبا بك وكل عام انت بخير ان شاء الله. سنه سعيده عليك. بخير ان شاء الله. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف العيد معكم؟ والله نحمد ونشكر الله في نعمه. السمك عايزين ناخذ فكره عن سوق السمك طول ليه وكم مثلا الحركه بتاعت الاسماك البيع عشيره. سوق السمك ده تقريبا ليه 9 سنين هنا. 9 سنين هو قديم شديد طبعا. النقله للسقاله هنا 19 سنة. الحركه فيه ما شاء الله ما بطاله. السمك بتمتم من المراكب تاخذ 7 يوم في اللي ياخذ 8 في اللي بيجي في نفس اليوم تشاريك بيجي ينزل في السوق ويعتبر سوق عالمي. مركز السمك التجاري اللي هو السمك تحت البحر الاحمر تعتبر اسماك السودان كلها هي الاسماك تحت المياه البحريه. فعندنا احنا هنا بعد ما نتناول السمك من الصيادين في طريقتين ممكن تومين للغارب اللي هو ينزل لك السمك بالسعر الجاري في السوق. وفي غوارب بتمول نفسها تلج وبنزينه بتنزل السمك دلاله. من حين ما يرسل عطا يقعد يزول الشال وبعد ذاك يتم الفرز بتاع السمك. السمك الصالح اللي تخزن مثلا في وليان وهنا بيطلع على جنب يعتبر راجع يا تلف يا اتباع في المناطق النائية كده برا برشلونة.
طيب خليني اتعرف على انواع الاسماك، يعني في انواع كثيره جدا، اذا كان مثلا حجر يا ريشان ومجموعات عشائر كبيرة. عشائر وقبائل زي البشر، عشائر وقبائل. يعني عندك مثلا الهامور، هامور 7 صنف 8 صنف. الشعور ناس بيجونا هنا يقول لك دارين شعور بالاسم، الشعور 7 6 8 صنف. البياض 7 8 صنف. العرب اللي هو البوري برضو اصناف، قبائل وعشائر وكل في مرات ضيوف بيكون ما عارفين انواع السمك. ايوه حقيقه، في ناس كتار مش ضيوف، في ناس في البلد دي من بورسودان ما بيعرفوا حركات السمك، بيقول لك دايرين سمك حجري. الحجري ده اللي هو مجموعه بتاعت اسماك، منها الهامور والشعور والقشري. ايوه بقول ما شعور ده 8 اصناف، دي تعتبر الحجريه. وفي الاسماك الطب، الناجل والريشان والابو جبه، دي الاسماك بتاعت الصادر. وفي الاسماك الدرجه الثالثه اللي هي اسماك الشوارات، توجد اطراف البحر، اسماك البيضاء زي العربي، البياض الصغير، الابقرين، الهناي، على 3 صنف. اكثر شيء المرغوب يقول لك السمك الحجري. ايوه عنده زي 7 اصناف. طيب اسعاره كيف؟ الحجري 150 صنف. الاسعار كيف؟ الاسعار على حسب الوضع ماشي. يعني مثلا اذا حجري، مثلا اذا حجر الليله نحن بنبيع فيه ب 2000 2200. ايوه مشتراه 1800 1700 عشان العيد. قبل رمضان طبعا في ركود، طبعا عندنا ثقافه انه السودانيين كلهم في رمضان على السمك بعطش. في ركود له، وكان الكيلو ب 800، البيع ب 1000. شويه شويه مع قريب العيد طبعا زاد عليه طلب. معناته انتم في رمضان كنتوا مجهجين شويه. والله انا قلت لك الحمد لله ما عندنا غير الكلمه دي، لكن ياهو سوقنا بعد يوم 25 وانت طالع. يعني عموما الناس الاسماك في السودان كله، لانه تشبعوا الناس بثقافه انه السمك بيعطش، في حين انه المعده 3 ساعه تهضم اي حاجه. لكن حاجه يعني السمك ما بيعطش، ما بيعطش. هسه مصر ياكلوا، السعوديين ياكلوا، لكن حاجه زرعت في نفوس الناس خلاص. طيب الان العيد، يعني هل في حركه بتاعت بيع شراء في زوار، ولا العيد ياهو نفس رمضان؟ لا والله حقيقه اليوم اول يوم في العيد، انا من بعد الصلاه عيدت على جيراننا وجيت عندي شويه سمك هنا. الحركه بطيئه ما زي السنه اللي فاتت ولا اللي قبل. يعني من السنه انه الناس دي بتاكل سمك في الفطور، ف ما ولا 10% من السنه اللي فاتت، 15%. طبعا الناس دي لسه مع رمضان. والله احتمال تعبانه قضايا بتاع الملابس كده، قيت وامنا في الله ثم يوم بكره ان شاء الله يكون في حركه والناس تجوي تتنفس عشان هم ماشي يتعودوا رمضان. والله الحمد لله، يعني كل سنه نحن ذا البرنامج. طيب انا بديك مساحه تحيي فيها عبر قناه البلد الفضائيه اهلك في منطقتك الاساسيه. اول شيء انت من وين؟ انت مصدر هنا ولا بورسودان؟ من بورسودان، والوالده الله يديها العافيه ويخليها لنا في الخرطوم في عركبيت. طيب وصل التحيه طوال طوالي. انا غير امي ما عندي، يعني الوالد متوفي. انا من هنا اوصل تحاياي وابلغ الوالده انه كل سنه وانت طيبه وربنا يحفظك ويخليك لينا، وان شاء الله حاج عمره كل سنه وعفوكي، وكل الاخوان والاصحاب والاحبه وكل من شاهدني مني ليه كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله السودان يمشي لاحسن، وبعد كل صبر وضيق فرج. دي وصيتنا لكل السودانيين، ومن هنا نحييهم كلهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. احنا متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان في مساحة العيد، ومطايبات اكيد حاضرة معنا من خلال هذه المساحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منو معنا؟ معك نجم الدين بلال عبد الرضي من ولاية غرب سنار. نجم الدين كل عام انت بخير. كل سنة وانت طيب، ربنا حقق معانيكم الطيبة الغالية علينا ان شاء الله. اللهم امين جميعا. الحمد لله. ده العيد الكم برا سنار؟ ده أول عيد والله يحصل علينا في ولاية البحر الأحمر في بورسودان بالتحديد. أول عيد. أول عيد إن شاء الله. حزين للحاجة دي ولا سعيد؟ والله الواحد حزين، كل الحزن من الأهل والأصدقاء والجيران والحباب، لكن الحمد لله رب العالمين كلنا مسلمين وكلنا كل السودانيين. الواحد يفتخر ويكون عزيز ويفتخر بالعز والافتخار بيكون يكون في ولاية البحر الأحمر. ناس أصدقاء وناس حقا حقيقة والله.
طيب ده اول عيد لك في بورسودان تحديدا، في اختلاف ما بين عيد سنار وعيد بورسودان؟ والله في اختلاف شديد ما بين عيد بورسودان وعيد ولايه سنار بالتحديد، قريه برق وتحوبه هي القريه التي اطرعت فيها وتشوفت فيها ان شاء الله. هي قريه جميله جدا، يعني بتكون بتخش في 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 البيوت ومع تكون مع الاصدقاء، بتمشي معاهم مع الجيران والحبايب، لكن هنا طبعا العيد هنا منفتح، يعني ما بتقدر تخش في البيوت، يعني تكون عايش مع السوق ومع الناس، والحمد لله رب العالمين، الناس ناس طيبين شديد والله. الان توصل تحياك لكل من يتابعك من سنار. والله وصل تحياي لكل اسرتي بغريه برق وتحوبه، خاصه الاسره الشقيقه الوالد بلال عبد الرضي بلال، والخال فضل مول رزق الله، والخاله حسنى رزق الله، والعم عبد الرافي، وكل الاهل والاصدقاء، وخاصه جيراني واصدقائي الحبايب، ان شاء الله ربنا يمن عليهم بالخير والعافيه، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يحقق اموالكم الطيبه، وان شاء الله نقول لهم عيد مبارك وطيب عليكم ان شاء الله، والغابنا ان شاء الله في منن ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله والله. تعود الايام. الصحه والسلام والغابنا اموالكم. ضيف ولا صاحب بلد؟ والله يا اخي ضيف. من وين؟ من ولايه شمال كردفان شرق باريا قريه السرحه. ده العيد الكم برا كردفان؟ والله تقريبا يعني بجي وبرجع كذا، يعني دي شغلي هنا، لكن تقريبا معيد كثير هنا، يعني معيد بظروف الشغل. نعم معيد بظروف الشغل والله. الان طيب عبر قناة البلد الفضائية عندك مساحة توصل صوتك لكل اهلك في كردفان. والله يا اخي نقول لهم تحياتنا لهم، وعيد مبارك على جميع الامة الاسلامية، وربنا يحقق الامانة ويبلغ المقصود، ويعين الشعب السوداني عامة، هو معاني كثير من المعايش، وخلت الناس تجبر المعايش تعيد برا وتطلع وتهاجر وكذا. شكرا جزيلا لك. الله يكرمكم يا أخي، تحياتنا لجميع الأمة السودانية. شكرا. لسه متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان في جولة خاصة من مدينة بورسودان، العيد والعيدية في صغر السودان الباسم. عدد كبير جدا من المشاهد هتشوفوه أكيد حصريا على قناة البلد. نحن الآن في واحد من أقدم الأحياء في مدينة بورسودان، حي ديم عرب، وكمان تحديدا في سوق ديم عرب اللي برضو بيسموه بأم درمان البية. كل شيء هنا بيشير إلى تراث إنسان شرق السودان، إذا كان العكاز أو كان الجلابية السواكنية اللي أنا لابسها، أو كل الأشياء اللي بيشوفوها الآن وحتشوفوها أكيد في هذه المشاهد هي خاصة بإنسان شرق السودان. في العيد بينشط السوق بشكل كبير جدا، وأغلب سكان المدينة حتى لو ما كان من قبيلة البجة بيجوا إلى سوق ديم عرب عشان يأخذوا ويلبسوا الأشياء اللي بتشير إلى إنسان شرق السودان أو البجة تحديدا، السكنية اللي بتقيم هنا في مدينة بورسودان. إذن معاكم نحن حنكون متواصلين على شاشة البلد، كل عام وأنتم بخير. وانت بخير يا سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. معنا منو؟ علي ونور. علي ونور؟ ايوه. قلت في السوق هنا انت؟ لا قريب السوق. ليك زي كم كده؟ اذا 3 شهور 4 شهور. انت جديد؟ ايوه. كل عام انت بخير. صحة وسلام. انت الان على شاشة البلد، حابب تقول لي مين؟ كل عام انت بخير، ونحن في مناسبة العيد السعيد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. شاء الله. طيب الاسعار كيف؟ يعني هسه نحن واقفين في محلك انت، حابين نعرف اسعارك كيف؟ تفضل. لا هدوم. الاسعار كيف يعني؟ غاليه رخيصه؟ بنقدر نشتري؟ ايوه. الهدوم ده 5 مليون، 6 مليون، 7 مليون، 8 مليون. الخمسه شنو يعني؟ هسه في عراقي وفي جلابيه وفي سيرباتوك. أيوة. وفي سيديري. الخمسه شنو؟ ده طلعت وريه. ده كم؟ بعدين تشتري ولا نشتري طوالي؟ سير سير. ده شنو هسي؟ ده سربادوك. ايوه. طيب ده سربادوك ده عراقي، ده جلابيه تاع ولد. جلابيه.
وده الجلابيه ده. الجلابيه هسه بكم؟ الجلابيه 3-4 كده. الجلابيه بانواع صح؟ عندك كم نوع من الجلابيه انت يعني؟ كتير. عندي الوان كتير. طيب بالنسبه للسيديري انا بسمع في صوف وفي كم نوع كده، ده شنو هسه؟ ده صوف. ايوه. ده هو اغلى انواع سيديري؟ ما اغلى، ده كويس. اغلى منه في؟ اغلى 100 في. ده اغلى. يعني سيداريا في دينوس والله كاتب. في سيداري اسمه سيداري بلدي؟ سيداري بلدي في. أغلى هو ولا الصوف؟ صوف. صوف أيوه. طيب الصوف ليه أغلى يعني؟ أغلى من البلدي ليه؟ ده كويس يا أخي، ده برا يجي. ده ما من هناك، ده غالي يجي عشان كده. اشتري. إيش نوع السلاح بس الزول ده؟ ده سيداري ده، ده جديد وقماش. صوف جديد. طيب كل عام وأنتم بخير. صح انت طيب. طيب انت طيب. انتوا شغالين هنا ولا جيتوا تشتروا؟ جينا نشتري. دارين شنو؟ الراقي داري. دارين على الراقي؟ ايوه. الراقي وقميص داري. الراقي وقميص؟ ايوه. الزول ده قال الراقي بخمسة وبستة، ها شغل دقيق. بثلاثة بأربعة. بثلاثة بأربعة. ايوه شغل كويس. لكن قماش ما قال هذا. انت بتختار القماش كيف؟ نختار قماش كويس، ياباني، جنزير، سبع اصفار. مساها كده قماش سمها قاليات. طيب انت دائما كل عيد بتجي هنا سوق بمعرب ولا الفكره شنو؟ سوق بمعرب ناجي ده، ايه سوق ده ناجي سوقنا ده سوقكم انتوا؟ ايوه. هو السوق الوحيد اللي فيه السواكنيات والحاجات دي؟ ايوه عند ليه ده السوق اللي سامي ده. شوف الناس تجي ليه شايف هسه الناس ما الزحمه لسه ما حصلت. ايوه لسه ما حصلت بالليل المغرب. بالليل اكثر شيء. ايوه الصباح والمغرب اخته. نحن والله سعيدين بك وكل عام انت بخير. انت من على الخير. داير تقول لي من كل سنه طيب، نحن في مناسبه العيد السعيد. انت كمان في العيد السعيد. عايز تقول لي من كل عام انت بخير. كل عام انت بخير. لكل الناس. لكل الناس. لشاشه البلد. لشاشه البلد. طيب دايرين نسمعها باللغه البيجاويه. يعني عيد سعيد باللغه البيجاويه. في دو شباب. ثاني. في دو شباب نضار وارباب. عايز في الكاميرا اقول في دو شباب نضار واربابو. اه فسيرة. ان شاء الله نسين تسين. ان شاء الله انت تستني نينا نستني. طيب يلا قلت شنو ورينا عشان نفهم. قلت انت تستني نينا نستني. قبلية كل سنة انت طيب. انت طيب. ايوه. شكرا. جزاك الله خير. اذا ده حال السوق هنا في بورسودان زي ما هو قال، دائما بيجوا لسوق دي معرب باعتباره من اقدم الاسواق والحي ذاته من اقدم الاحياء تقريبا، كان مع 9 احياء هم اللي اسسوا مدينه بورسودان. فبالتالي كل ما تروه الان على هذه المنطقه سوق بمعرب هو بيشير بكل الثقافات وبكل اللغات الى انسان شرق السودان او المجموعات البجاويه اللي هي تحديدا اكبر المجموعات السكانيه اللي بتقطن هذه المدينه شرق السودان الباسم، تحديدا حي دي معرب. بسودان السلام عليكم. ليكم السلام الحمد لله. كل سنة طيب. كويس طيب. انت هنا انا جيت ولقيتك انت شغال في موضوع بتاع سيوف وصوت عنج وبرضه في خلال، انا حابب اعرف مكانك دي انت قاعد تبيع فيه شنو يعني ورينا. يعني السيف جيب صوت اتباع معه هو جيب سودان. المال جيب مال. بيجي ما يتاني طولت انت في السوق هنا ولا؟ ايوه جيبي طولت. انت ليه كم في السوق هنا؟ والله جيبي 3 سنين. ايوه. طيب كنا نتكلم شوي عن السيف ده، اسي السيف ده عندك له اسم ولا بس سيف؟ السيف بس. بتقول له سيف؟ بتقول له سيف. ايوه. انواعه شنو؟ انواعه جيبي ابو شياب. ايوه. انت هنا بتبيع ولا بتصنع برضه سيف؟ جيبي تبيع. بتبيع بس. ايوه. طيب تعال علينا، تعال تفضل. تعال كل سنه طيب. أبعدك. كل عام انت بخير. تمام. السيف ده واحد هسه ولا اي واحد برام؟ ده لا سيف نوع واحده، ما واحده. نوعين دي الواحد؟ ده ابو شين وسليمان وقارئه ومدكواري واي هذا بيخلاف فيه.
أه. المعي ده اسمه شنو؟ ده النوبي ده بدو سليمان. والمعاك؟ ها؟ أه؟ والمعاك ده اسمه شنو؟ ده بتاع سكاريا. طيب انتوا بتصنعوهم هنا ولا بس بتبيعوا السيوف؟ يصنعوا كله بخلاف فيه اي سنه جاي. وين؟ ها؟ يجي صناعته ساكن ساكن هنا. طيب علاقة السيف بيضرب شنو؟ يعني لازم يضرب يكون شايل سيف؟ اه يعني يضرب يا سيف يا سيف يشيله. ليه ليه؟ ها؟ ليه؟ الا ياخذ يعمله في سوق. لا ما للبيع، انا بشوف انه اي يعني اغلب انسان البرسودان اي ضرب يكون شايل معه سيف. ايوه شايل معه عكاز كمان. العكاز والسفروب واي هذا يشيل اي السفروب ليه بيشيله؟ السفروب بتاع العكاز. ايوه يشيلوا معه ليه السفروك يعني؟ السفروك؟ إلا يشيلوا الدب القديس والعي هذا يقتل على القلب. تراث يعني؟ تراث. طيب كده كلمني عن الـ يعني الزي متكامل يعني هسي إنسان دروب إنسان برسودان هو دروب بيكون لابس سواكنية بيكون لابس بيكون شايل سيف بيكون شايل تاني صاف سيف يشيله يا سيف تاني الصوت القاس اي الصوت صوت يعرس الصوت ده اها يزوج في المرأة ولا اي هذا في الزواج بيستخدموا الصوت ايوه الصوت والسيف بالله السيف عندكم له رئيس في الزواج كله اثنين أيوة في الشرق والخلا ولا اي هذا كله اثنين بيتباروا بالسيف اه ايوه المباراه دي كيف المباراه ده تمام بتكون في كل مره بيكون بيدخلوا اثنين ما عنده حناس اي هذا يشيله بس طوالي. ايوه ما عنده نيه اي هذا طيب السوق ده انت شغال فيه من زمان ولا يا دوب؟ السوق ده يشتغل هدوم ولا اي هذا والسيف والاوكاس يبيعوا فيها في السودان في العيد الحركه بتاعت السوق كيف؟ ها الحركه هذا في سوق كويس تمام ماذا وما الموسم كويس الاسم الموسم كويس اجيب مليان شكرا بارك الله فيك شكرا لك حابين نسمع كل عام انت بخير باللغه البيجاويه ولا اللغه من انا ما اعرف ما بتعرف اللغة البيجاوية؟ دي مشكلة دي. أيوة. شكرا. صوت عظيم معاكم مشاهدينا في كل مكان مساحاتنا من داخل سوق ديم عرب أقدم أحياء المدينة وأقدم أيضا أسواق المدينة سوق ديم عرب اللي بيسموه برضو بأندرمان البيجا كل عام أنتم بخير. وواصلنا معكم مشاهدينا في كل مكان على قناة البلد الفضائية في معايدة ومطايبة لزملائنا في قناة البحر الأحمر الفضائية في كواليس وهم بعد قليل هيشتغلوا في العيد السعيد وسعيدين جدا نكون مع الأستاذة مرحب بك وكل عام أنت بخير أهلا بك الزميل الحسن كل سنة طيبين ربنا يحقق الأمان إن شاء الله رب العالمين أول يوم في العيد أنت شغال والله بس الحمد لله ورغم التعب والمعاناة لكن الحمد لله يعني الناس تشتغل وحتطلع شغل جميل بإذن الله إن شاء الله. بالذات أنتم تكونوا في يعني في رمضان شغالين وكده وفي الوقفة فأول يوم دي بتخليه مشكلة شوية. والله إحنا مبارح شغالين لحد الساعة 4 لكن الحمد لله يعني الزور رتب حاجاته وجاهزين إحنا يعني هاي طالما إنه الناس بتحب الشغل بتطلع حاجة جميلة بإذن الله. بتوفق كيف الحياة دي يعني مع البيت ومع الشغل بالذات الإعلام ده بيحتاج لزمن أكبر يعني. طبعا الحكايه في الاول دايره ترتيب يعني انت لو بقيت زول مرتب ورتبت شغلك فما بتكون في مشكله لكن لو مشيت شغل عشوائي ده لكن الحمد لله يعني بفضل الله وتوفيقه مرتبين والحمد لله قدرنا نوفق شغلنا ما بين رمضان ولحد اخر يوم في الوقفه والليل العيد كمان ان شاء الله طيب العيد حارمي اكيد من زيارات للاهل للاحباب اذا كان في برسودان او في مناطقك المختلفه يعني فانا حديك مساحه تحيي فيها وتهني كل واحد المره دي ما سمع صوتك او ما شافك يعني. طيب أنا بحي أهلي في السودان وخارج السودان بحي عمامي في أبوظبي هالة وماجد وأختي مروة في أبوظبي هناك وبحي خالتي في مدني وأهلي كلهم في الخرطوم في بورسودان إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا لك تسلم موفقين بعد شوية اللهم آمين تسلم إن شاء الله الله يخليك نحن متواصلين معكم مشاهدينا من داخل مباني حوش الإذاعة والتلفزيون بالولاية في نقل لكواليس عمل حيكون إن شاء الله بعد قليل نحن بننقل في كواليسهم الآن على قناة البلد الفضائية كل عام وانتوا بألف خير
مشاهدي شاشة البلد الفضائية في كل مكان، كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة عليكم يا رب، وعيد مبارك على كل من انضم للمتابعة من خلال مساحة العيد اليوم على قناة البلد الفضائية من بور سودان. دائما العيد بيجينا وبيكون في مجموعة كبيرة جدا من الجهود المبذولة في مجموعة من مناحي الجميلة، بيكون خلفها في ناس بيقدموا فيها لكن ما بيظهروا في العادة، فبالتالي اخترنا اليوم نخصص مساحة العيد للعاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية، وهم داهمناهم في عملهم وهم شغالين في إعداد لبرمجة أول أيام عيد الفطر المبارك، وسعيدين جدا نكون في البداية مع الأستاذة. مرحب بك، كل عام وانت بخير. أهلا بك وأهلا بقناة البلد في البحر الأحمر، وأهلا بكم. ونحن فخر اليوم الأول نتكلم عن فترتنا عن ثقافة البيجا، اخترنا حنتكلم عن العيد عند البيجا والفترة بمنوعة فريق العمل وحبابكم، كل سنة وانتم طيبين. طيبة طيب، خلينا أول حاجة أتعرف عليكي، وأنت منتجة اليوم تقريبا. عظيم أحمد إيمان، معدة البرنامج. 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 اليوم حابة توصل شنو من خلال البرمجة اللي حيشوفوها الناس على فضيلة البحر؟ حابين نعرف المجتمع كله وكل السودان والناس اللي برا السودان عن ثقافة البيجا، وكيف البيجا بيحتفلوا بالعيد، وهنا العيد في ولاية البحر الأحمر كيف. جاهزين؟ تبع شوية خاشين طوال. خاشين إن شاء الله الساعة 5 على الهواء. فريق العمل جاهز؟ جاهز إن شاء الله. إن شاء الله موفقين. إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. انت طيب الله يسلمك. الله يسلمك. حتواصل معاكم من داخل مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية في كواليس لتغطية اليوم الأول من عيد الفطر المبارك للعاملين بالإذاعة والتلفزيون، تتشيرهم للعمل في العيد السعيد. كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام من داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية البحر الأحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام الحسن، ازيك؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، ربنا يحقق كل امانيك ان شاء الله يا رب. سعيدين نكون معاكم وانتم خاشين بعد شويه. والله انا الاسعد، وطبعا الاستعدادات للفقره المفتوحه او الفتره المفتوحه لاول يوم في عيد الفطر المبارك، وطبعا مع التجهيزات بتكون يعني تاخذ جزء من وقتك. ايوه، وبتكون في الاهل والاصحاب والناس بتاخذ الوقت. احساسك انت في اول يوم في العيد لما تكوني معيده ومع اهلك واصحابك؟ لا انت مدامه وشغاله يعني. الحمد لله هي حاجه يعني بجد حلوه كون زول انه يجي ويشتغل ويعني يبين جزء من شغله ويبين جزء من تراث بلدنا الحبيب وشرقنا الحبيب. وان شاء الله حتكونوا متابعين معنا الفقره الفتره المفتوحه الان، وحتكونوا سعيدين جدا وحتستمتعوا اكيد معنا في المشوار اليوم. زي ما قلت لي المنتج انه اليوم عن الثقافه بتاعت البيجا اللي هم في شرق السودان الاكثر القبائل القاطنه. طيب انا حديك مساحه، طالما انت شغاله ومحرومه من اهلك حديك مساحه تحيي فيها اهلك وتقول لهم كل عام وانتم بخير. انا بعيد وبهني لكل الاهل ولكل الاحباب لكل الخيلان العمام لعمامي بدوله الامارات العربيه المتحده، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله يا رب نتلم في ساعه خير، ولكل الاصدقاء ولكل يعني الحسن ليك انت ولكل دفعتنا يعني انا وانت سوا الان بيشاهدونا، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. العيد جاهز ولا ميت؟ اهم سؤال. والله لسه الامارات دي لسه ما عملوا عاي. لا والله تحيه لهم. شكرا لك. شكرا يا رحاب. يديك العافيه. إذن ده حال الفريق، فريق العمل كواليس لعمل بعد قليل مباشرة على الهواء وفي تغطية. نحن في كواليس داهمناهم في شغلهم، هم بيجهزوا بيرتبوا لعمل بعد قليل عن ثقافة إنسان شرق السودان. متواصل معكم من داخل حوش هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية. نحن متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان وكل من انضم لشاشة البلد الفضائية وكواليس العمل الإعلامي، دائما أراه في مجموعة كبيرة جدا من الجهود المجهولين. من أجمل الناس اللي بيكون دائما في الصورة هو المصور تحديدا، لأنه هو اللي بيختار إن احنا نكون جميلين ومقدمنا بشكل جميل في الشاشة. فالناس زي هم اليوم التحية والتقدير، وده واحد منهم نموذج حقيقي للناس اللي بتشتغل بضمير وبمحبة خلف هذه العدسة الجميلة. مرحبا بك، سعيدين نكون معاك وكل عام وانت بخير. انت بخير يا كيف حالك؟ خلي تمام، كل سنة طيب، كل الاخوان طيبين ان شاء الله. الله يخليك يديك العافية. شغالين بعد شوية برنامج طوال. نعم طوال، بعد شوية كده خاشين برنامج على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك، جاهزين الحمد لله. في العيد كيف معك؟ والله العيد ما شاء الله في العطلات الرسمية قاعد نشتغل شغل تمام مع الاخوان، مع الايام كده ان شاء الله الشغل يكون جميل مع الزملاء والزميلات كلهم بالنسبه للمعايده. اكثر الناس اللي بيدعوا دائما في فريق العمل المصور، لانه
عايز اقدر الصوره والقصص الطويله دي. الحاجه دي كيف معنى؟ لا الحاجه دي طبعا كل ما تجي بدري كل ما تنجز، كل ما تتاخر تري تري الزمن ايه يضايقك يعني. لكن كل ما تجي بدري تكون جاهز، الضيوف يكونوا جاهزين، تطلع مع الناس تكون جاهز، ما عندك مشكله طوال يعني. المذيعين كيف مدعبين ولا مدعبين؟ يعني انا غايته في نفسي مدعب، بتحرك كثير كده قبل الهواء. لا لا المذيع كل ما يتحرك كثير تكون متنشم معه، لكن لما يكون ثابت كده بيريحك انت كمان. لكن شويه شويه الواحد بيتعود طبعا. العيد حرمك من المعايدات وانت شغال، فانا حديك مساحه عبر البلد انت تحيي فيها كل الناس اللي حبيت تحييها. احيي كل الاهل والاخوان الداخل، وحي الاخوان والزملاء بالخارج، وحي الزملاء بقناة البحر والاذاعه والتلفزيون، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وحيك انت الاخ الحسن كيما ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يخليك، بارك الله فيك، يديكم العافيه. ان شاء الله كيس السودان يكون بخير ورفاهيه ورخاء، كل الناس يكونوا في سلام الحمد لله. الله يخليك، الله يخليك. نحن لسه متواصلين معكم مشاهدينا قناه البلد الفضائيه في كل مكان، وكل الناس انضمت للمتابعه. كواليس العمل الاعلامي في اول ايام عيد الفطر المبارك في هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية البحر الأحمر من صقر السودان الباسل. كل عام وأنتم بألف خير. معاهم مرحبا بك، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. السلام، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يحقق الأماني، ونسأل الله أن ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام والشعب السوداني بألف خير، وربنا يحقق أماني الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. طبعا الصوت أكبر مشاكل العمل يعني. والله يا صوت حقيقة جاهزين لهذا الصوت. الصوت جاهز والله يا صوت، كل ما الإمكانيات بتاع الأجهزة تكون تمام فالصوت بيطلع جميل إن شاء الله، ما في مشكلة. طب الشغل دائما بيكون في مشي وجاية، والصوت صوت المذيع ما طلع الضيف، في مشاكل قاعد تواجه الشغل دائما؟ والله بعض المرات بتحصل في لاين يقوم يعلق ليك أو مايك يقوم شنو الشغل بعد شوية طوال يعني. والله قاعد تحصل كثير، بالذات لما تكون طالع على الهواء يعني، خلاص الوقت ده انت بتتوتر، والمخرج هناك والمعيد جاهزين ولسه وبتاع وهنا مهم. لكن الحاجه دي ترجع لانه يعني اذا الاجهزه فل والمايكات فل ما بتحصل كثير. لكن مرات برضو بتحصل معك حاجات يعني خارج الاراده، انت بتجي وتشغل حياتك وكلها تعملها دس، اول ما تقول هوا خلاص في حاجه بتلقاها. والله انت عارف بعض المرات بتحصل، انه الزبزب بتاع الكهرباء برضه لها تاثير في الاجهزه، ويعني انا مره حصلت لي الحاجه دي يعني. شغالين عملنا تيست بعد شويه، ايوه طبعا عملت تيست واي شيء، بعد شويه جينا على الهواء ما في صوت لانه بعد ذاك افتكرنا انه الكهرباء قطعت الجهاز. لحظه الناس كلها بتقول الزول ده ما جاء حاسس شنو يا اخواننا في مشكله. والله الناس كلها شفتها، الناس حيقول طوال ما يعرفوا ده شنو بتاع مين، اي زول بيقول كلامه طبعا اللحظه دي. أيوة. واحد بيعرف الحاصل. طيب كل عام وانت بخير، والعيد انت شغال في اول يوم في العيد، فنحن حابين نوصل صوتك والتهنئه بتاعتك لكل اهلك واحبابك في المناسبه الجميله دي. والله انا في البدايه بحيي كل الاهل في السودان، وتحيه خاصه للوالد، وبقول لهم كل سنه وانتم طيب بالقضارف، وربنا يمتعك بالصحه والعافيه ان شاء الله السنه الجايه نكون في عرفات. وبحيي الاخوان علي وابراهيم وعمر في دول الخليج، ونسال الله ان ربنا يرد غربتهم، والخيلان والاعمام والاهل في السودان عامه، وكل الشعب السوداني، ونسال الله ان ربنا يعني يجعل هذا البلد امنا مطمئنا. نعم وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. السلام عليكم. يعني احنا لسه متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما لما تخش لفريق العمل اكثر واحد تلقاه جايد ومتحرك وماشي وجاي ده بيكون المخرج طوال، اتاكد تماما، لانه هو بيكون المسؤول مسؤوليه تامه من العمل، فهو شغال. لكن انا حقوم ارجعه ثاني عشان نشوف معاه الحاصل شنو. خاشين بعد شويه. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير ومنوع عنه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساهر مصطفى مطالب، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لزيارة قناة البلد لينا في دارنا المتواضعة. أنا شايفك طوالي ماشي وجاي، الحاصل شنو؟ أنتوا خاشين بعد شوية طوالي. والله خاشين هوا إن شاء الله بعد دقايق كده إن شاء الله. الناس كيف جاهزة إن شاء الله؟ والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقدم حاجة ترضي المشاهدين وترضيكم أنتوا ذاته. شكرا جزيلا. نحن اشتغلنا مع كم نفر من فريق العمل، لكن دائما المسؤوليه الاكبر بتكون مع المخرج، هو اللي بيكون ربان العمل دائما. اكيد طبعا المخرج بيكون هو يعني مالك في الكل، الناس كلها هي تيم واحد، لكن يعني هو اللي بيكون رابط الحاجات كلها مع بعض، هو المسؤول يعني. هاي الناس اذا حصلت حاجه الواحد طوالي ممكن يجيك انت ولا؟ اكيد طبعا اكيد، حتى لو ما عملتها انت.
طبعا حتى لو ما عملتها انت هي مسؤوليتك في النهايه، انت اللي بتكون متعب، انت الرابط بين الناس كلها، بين المونتاج على الصوت على التصوير على كده. الحاجه دي قاعد تتقبلها عادي؟ لو اسي واحد جاك في مشكله في الصوت لكن جاك انت وقال لك في حاجه وكده، والله عادي طبعا عادي. وفي النهايه اصلا لو في مشكله مفترض انا اول زول اكون عارفها عشان انا اسعى في علاجها مع الزول المختص وكده. طيب انتوا اليوم في اول ايام العيد وعندكم شغل بعد شويه، نحن حابين نسمع معايده منك لكل اهلك اللي تحرمت انك ما عيدت معهم في المساحه. والله يا اخي اولا من هنا انا حاب ارسل تهاني العيد لكل الاهل اللي ما قدرنا نوصلهم في العيد بظرف الشغل، وحاب اوصل تهنئه بالعيد لكل الاخوان في المسرح القومي، وأخص بالحاجة دي أستاذي محمد نعيم سعد وأستاذي محمد شاطر، وأقول لهم يا أخي كل سنة وأنتم طيبين. الله يكرمك، تسلم. بعد ده خلاص ممكن تشوف الحاجات. نحن معلش شغلناك ومسكنا من زمنك، لكن كان لابد من أنه كواليس العمل دي وراء في جهود كبيرة جدا مبذولة طبعا في فريق العمل، هو بيحاول بقدر الإمكان يباشر مهامه بشكل يدعم في الأخير العمل على مستوى الشاشة. ونحن سعيدين نكون في المساحة دي داخل غرفة البس، خلاص دي آخر محطة من المحطات، الصورة من هنا خلاص تطلع هواء طوالي. سعيدين نكون مع مهندس البس، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام، انت بخير؟ وانت بخير، القابل على مانيك ان شاء الله. تعرف عليك حسين بكري، بس غرفة البس. انت آخر محطة يا حسين. نعم فعلا. الحاجة دي بالنسبة لك مقلقة ولا؟ يعني كلها بتشتغل فريق العمل، لكن لو في مشكلة هنا خلاص الشغل ترجك. صح، شديد والله، متعبة شديد وتركيز أعلى. نعم. خاصة إنه في يعني كم جهاز أنت بتتعاون مع تقريبا 4 أو 5 شاشات في وقت واحد. نعم نعم صح. الحاجة دي تعودت عليها يعني. أيوه صح فعلا. طيب العيد أنت أول يوم شغال زي فريق العمل، فبالتالي هديك مساحتك تهني الناس اللي حابة تهنيهم عبر البلد. والله يا أخي نهني الأسرة الكبيرة وأسرة الصغيرة وأسرة الغنى هنا، ابتداء من المدير العام لأصغر زوجي. شكرا لكم، موفقين ان شاء الله. الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. نحن حنتواصل معاكم من داخل مباني حوش الاذاعه والتلفزيون بالولايه في معايده لاصحاب المعايده اللي هم بيرسلوا في السلام عبر الصوره والصوت لكل مشاهدي قناه البحر الاحمر الفضائيه. اليوم كانوا معنا على قناه البلد في معايده خاصه جدا لجنود مجهولين، تحيه وتقدير لكل من يعمل في هذا المجال الاعلامي اللي بيقدم فيه دائما الكثير، وخاصه انه في العيد هو بيكون شغال يعني بدل ما يكون في معايدات وكده، فبالتالي ده اللي خلانا نيجي نسلم عليهم ونشوف اخبارهم كيف كواليس العمل. اتواصل معكم من داخل مباني الحوش في معايده لقناه البلد لبور سودان ولصقرنا الحبيب الصقر الباسم. كل عام وانتم بخير. مرحبا مشاهدينا في قناة البلد الفضائية في كل مكان، لسه متواصلين معكم في جولة عيد في ولاية البحر الأحمر في مناطق مختلفة. طبعا الولاية بتمتاز بعدد كبير جدا من المميزات، أبرزها طبعا الجانب الاقتصادي والجانب السياحي. نحن اليوم في المساحة اللي حنتكلم وحنتكلم بشكل كبير عن الجانب السياحي، طالما نحن في منطقة سياحية اللي هي منطقة أركاوية اللي تبعد من سطح البحر قرابة 1000، بالتالي سعيدين جدا نكون في هذه المنطقة مع أصحاب هذه المنطقة. عمنا على سعادتها الطوالي حامد بشير، هو واحد من الناس اللي بيعملوا في المجال السياحي من العام 64، وعنده مجموعة كبيرة جدا من الأفكار في مجال السياحة، وعلى يمين طبعا إعلامي شاب طاهر بامكار، واحد من الشباب المميزين في البداية وبقدم في شكل إعلامي حديث. حنتكلم معهم باعتبار السياحة والإعلام بيدعموا بعض وبشكلوا اللوحة الممكن تتقدم للعالم. عم انا حامد مرحبا بك، كل عام وانت بخير وان شاء الله عيد مبارك عليك. اللهم امين وجزاك الله كل خير وكل سنه وانت طيب وكل السودان بخير ان شاء الله. طيب منطقه دركويت من المناطق السياحيه المختلفه، يعني انسان السودان بشكل عام نعم، وانسان خارج السودان حتى بتمنى زياره منطقه دركويت. نعم، اللي لنا عن مميزات هذه المنطقه. والله المنطقه دي بتمتاز بالمناخ مثلا من شهر 1 لحد شهر 4 يكون ما سخن يعني معتدل،
والفترة بتاعت الصيف قليلة من يوم مايو لحد شهر 8 أغسطس. ثانية تجي الدورة بتاعت الشتاء والحمد لله يعني البلد ده ما فيه سخانة شديدة زي ما يقولوا في سخانة في بورسودان وخرطوم كده لا ما بنازل ده. الجو معتدل. معتدل. أنا حكون معك في الجو لأنه عنده مساحة كبيرة جدا مع الناس. واحد من الأشياء اللي بيجذب الناس للبيت تحديدا برضو برحب يا ضيفي على اليمين طاهر بنكار الإعلامي. شاب مرحبا بك كل عام وأنت بخير وإن شاء الله دائما تتم الصحة والعافية. مرحبا بك الأخ والزميل الإعلامي حسن إبراهيم وأنا أحييك ونحيي جهوداتكم وتغطيتكم برضو لهذه المناسبة العيد في ولاية البحر الأحمر وعبرك أيضا برضو أحيي قناة البلد الفضائية لتغطيتها ولحضورها معنا وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. انت طيب. انا كنت حريص اجمع ما بين جيلين يعني في البيجة اعتبار عمنا حامد من الناس القدام المنطقة الكبير وطاهر من ابناء مدينة بورسودان مدينة طوال منطلق لعاصمة الولاية بورسودان العيد كان في بورسودان والشباب البيجاوي برضو عنده اكيد مجموعة من الحياة في المنطقة اذا كان شرق السودان بشكل عام او مدينة بورسودان بشكل خاص. تمام. طيب العيد يعني عامة هو يعني يمكن الاختلاف الاحتفال قبائل البجا بمناسبة العيد في شرق السودان يعني عامة وفي صغر السودان والسودان يعني أو المدن بشكل عام يعني ما بيختلف اختلاف كده كبير يقول عليه إلا هناك يعني خاصة في مناطق الريف في بعض الاختلافات يعني أيوة في عادات وتقاليد يعني البيجة بيتعاملوا مع العيد وكأنه يعني مناسبة اجتماعية يعني كل شخص على حداه بيعتقد أنه هي دي مناسبته يعني فمن ضمن الاحتفالات اللي بيعملوها هي سباق الهجن والجمال كنوع من الاحتفال بالعيد أيوة وبالإضافة إلى بعض الألعاب عندهم مثلا جيدونيت يقولها جيدونيت واللي هي بخط عصاية كده المهم يعني دي بعض الاختلافات الموجودة لكن على مستوى المدينة بنلقى انه البيجا هو ما بيختلفوا كثير عن باقي المجتمعات الثانية باعتبارهم واحد يهو يقوم شنو بيعيدوا لبعض بيصلوا صلاة العيد الفترة الصباحية بعد ذاك بيقوم يصلوا الأرحام مثلا على مدى 3 يوم لكن في اختلاف عام الزمن بالنسبه للريف بيعيدوا لبعض لمده اسبوع كامل بحكم انه يعني هسه هنا في المدينه زول ممكن ما بتقدر تصل له وتضرب له تليفون او تهنيه بالواتساب او بوسائل التواصل الثانيه بحكم انه الشيء دي ما موجوده في الريف فهناك بيستمروا على مدى اسبوع بيمشوا لبعض ويجوا وتظل الاحتفالات ايوه اوسع كمان في المدينه زي ما قال طاهر استاذ حامد العلاقات بين الناس قويه جدا قويه عايز اتكلم عن الانسان الكويت يعني هل بذات الحياه نفس طابع الانسان الكويت تحديدا نفس المعلومات اللي قالها اخونا ده وفعلا التواصل يكون بالزيارات لمده اسبوع 5 يوم كده اللي يتزاوروا وبعدين يكون في اذا كان في اي اعراس ولا مناسبات يتلموا كلهم كده طيب الكويت دي يعني منطقة سياحية نعم وقبل السياح إذا كان داخل السودان وخارج السودان خلينا نتكلم عن مميزاتها قبل تكلمت عن الطقس وفيها فترات كده بيكون فيها جليد وفيها أجواء جميلة جدا نعم والله يا أخي فعلا الكويت هي مصيف الناس بيجوها لطبيعتها ويجوا للمصيف وبعدين في طبعا المنتجع ده من 2011 هناك في فندق ثاني قديم بدري كان تابع للسياحة والفنادق هسه تابع لنا برضو هنا فالناس بيجوا عشان الطقس وعشان يتهاوموا في الجبال وفي الوديان يتفسحوا يعني ويعجبهم المناخ بالذات الفترة بتاعت الشتاء يكون فيه شبورة ثقيلة ما يعني رؤية ما في أزيد من مترين ضباب ما بتشوف حاجة شهر 1 و12 الآن العيد كيف يعني زيارات هل قلت زادت لا ما قلت نفس العادة
طيب انت قديم في السياحه يعني 64 ما شاء الله سياحه جاري في دمنا نعم ولا مواصل في مجال السياحه أيه. شايف كيف ممكن تكون ركبتك قبله مش للسودان فقط يعني حتى للعالم كله بما تمتلك من ميزات ارتفاع عالي جدا من سطح البحر اجواء هي طبعا جميله جدا نعم طيب هي اول حاجه ارتفاع 7500 قدم فوق سطح البحر الكم عديده معلومه انا قلت 1000 قدم هي صح 7500 قدم والناس اللي بيجوا هنا يعني بيجوا عشان يشوفوا الارتفاع ده كيف برسودان تحتهم كده تكون وبيتجولوا فيها وديان كثيرة الناس ما بيمشوا بس الجبل الستو يجوا لا يمشوا وديان بجهات الجبل ده يمين شمال كل الجهات بعدين زمان كان في الخيران الأمطار قلت زمان كان في سرف موية جارية طوال ينابيع تتحفر كده تجيك الموية طوال تعالى الآن وين الحياة؟ هسه الآن ما عارف إن راحت وين تفشت تتمداعب مع ظروف الاقتصادية الحياة الاجتماعية في برسودان يعني مشينا وشوفنا في أجواء من الترابي والتراحم كبير جدا يمكن دي مميزة برسودان عن بقية المدن برسودان وين كان برسودان كله يعني جميل في القضايا والتلف لكن خلينا نتكلم عن الشباب اللي جاوا تحديدا الشباب البجاوي في تقدم في تطور في مجموعه من الصحات الفكريه العادات والتقاليد كانت بتعمل قيود لمرحله الشارع والشابه البجاويه الان كيف الوضع هل اختلف ولا في لسه ميكانيزم موجود؟ يمكن هو بعض العادات والتقاليد مثلا يعني بتظل موجوده يعني الانسان احيانا بتطور و يمشي وبندمج في المجتمع ويكون قادر يتواكب مثلا يتأقلم مع الغير في ثقافته في عاداته في تقاليده وكذا لكن نحن طبعا يعني الشاب انا غايته تقديريا كشاب بيجاوي لقينا انه يعني زمان يعني في كان عدم تعليم يعني الشباب كان ما بيتعلم لكن الحمد لله الآن نحن عندنا أيوة عندنا كمية كبيرة أيوة كبيرة جدا جدا من الشباب اللي قدر يتعلم وقدر يعني يندمج في ثقافات الآخرين وقدر في نفس الوقت يتخلص أو يستخلص أو يخلص الجوانب السيئة مثلا في من جانب العادات والتقاليد والمفاهيم اللي كانت خاطئة وموجودة زمان هم قدروا يتخلصوا والشعب البجاوي يعني الآن هو يعني بيتعامل مع الجميع مع الكل بكل صماحة في الإلفة الحقيقة تلع عشان على الجبنة الإلفة بين الدروب الدروب يعني الدروب والوف في كل شيء يعني هما لما نقول لك الدروب والوف يعني عندهم يعني متمسكين بالعادة شديد كويس فمثلا الليلة انت قاعد في محل او هو قاعد وانت جيت مرة مرتين ثالث مرة ما جيت بتفقدك بيشوف الحاصل عليك شنو حتى لو ادى لمسألة انه ممكن يقطع المسافات يجيك لانه هو ولف عليك ودي حاجة طبعا انطباعهم اصلا موجودة من زمان من اجداده فعشان كده جات أنا في تقديري جات من هنا كلمة أدروب ولوف تقدر تدخل معي الجبنة كمان الجبنة ذاتها مع ولف أيوة يلا لكن يعني بالذات المجتمع البجاوي في المدينة يعني بقى يعني ماشي بنفس نمط المدينة أيوة في تحضر كبير يعني بتلقى إنه هو في سباق مع الزمن وانه عايز ينجز برضه أيوة. عنده كميه من المواضع لكن في ايوه ايوه بالضبط كده لكن في اختلاف بعدين في البجل في الريف تواصل معاكم اكيد من ولايه البحر الاحمر اللي في مساحات التحويل انتهت حد ما يدرج في مساحات سياحيه قادمه يا ابي وتحيا زملاء في هذا المكان Yeah.
في كل مكان مساء سعيد من خلال تغطية العيد. كل عام وانتم بخير. نحن سعيدين جدا نكون في لمة الأطفال في حديقة المبارك اللي هم بيستمتعوا جدا بأول يوم في العيد. زي ما شايفين أطفال بورسودان في ملاهي بورسودان تحديدا في حديقة المبارك بيستمتعوا بالألعاب وبكمية بتاع التفاصيل جميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. أنت بخير. أنت منو؟ أحمد. أحمد مرحبا بك. مرحبا. لعبت ولا لسه يا أحمد؟ لعبت. لعبت شنو انت؟ لعبت نطاطة. نطاطة؟ التذكرة بكم؟ أيوة التذكرة ب 150. 250 شيخ روح. 250. 250؟ أيوة أيوة. هتلعب تاني حاجة؟ أيوة. هتلعب النطاطة. هتلعب شنو انت؟ نطاطة. اسمك منو انت؟ موسى. موسى كيف؟ أنا أيوة تمام. أنت منو؟ أنا سليمان نورين. سليمان لعبت ولا لسه؟ لعبت. لعبت شنو؟ لعبت لعبت سفينة. أنا لعبت سفينة. هاي. اهلا وسهلا مشاهدي قناة البلد الفضائية في كل مكان. مساء سعيد من خلال يوم خاص بالاطفال من حديقة لونا بارك واول ايام عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم يا رب العالمين بالصحة والعافية. سعيدين جدا نكون اليوم مع مساحة الأطفال الجميلين اللي هم دائما بيستمتعوا بالعيد. والعيد فرحة في الأطفال، دائما الناس بتحاول تسعد الأطفال بقدر الإمكان عشان تشوف العيد بعيون الأطفال وتستمتع مع أولادهم. زي ما شايفين حديقة ما شاء الله تبارك الله مليانة بأطفال بورسودان. مرحب بك، كل عام انت بخير. خير. انت منو؟ انا موزن. انت موزن، ساكنة وين يا موزن؟ بطرنسيط. بطرنسيط. لعبتي ولا لسه ما لعبتي؟ ما لعبت. ما لعبتي؟ انت عايزه تلعب شوف اللعبات دي. نطاطه. نطاطه بس النطاطه ولا معاه تاني حاجه؟ ثاني معاه حاجه. طيب دي من وين جنبك دي؟ دي فطومه. فطومه تعرفيها من وين؟ ها تعرفيها من وين؟ صاحبتها في الحله. صاحبتها في الحله في ترانسيت. تقرا معاكي ولا بس صاحبتها في الحله؟ تقرا معاي. تقرا معاكي. انت سنه كم؟ انا سنه اولى. سنه اولى. فطومه كيفك؟ تمام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. قالت صاحبتك في المدرسة انت معاها في الحلة. هي صاحبتك ولا غشتنا؟ صاحبتي. يعني ما غشتنا؟ كويس انت ما غشيتينا. طيب انت حابة تلعبي شنو؟ انا؟ اي. حابة العب سينما الخيال، اخش فيها. سينما الخيال؟ ما بتخافي؟ انت عارفة السينما جوا فيها شنو؟ ولا ازاي اخترتيها؟ عارفة فيها شنو؟ ما فيها شنو؟ يعني افلام اصلا ما مخيفة. لا في افلام مخيفه يا زول. انا ما المهم اللي بدخل جوه ثاني ما بيطلع، ما تبكي بعدين وما تقول اي حاجه. ارتعبت؟ ها؟ ما حصل مره جيت ارتعبت. ما لعبتيها؟ لعبتها لكن ما ارتعبت منها. يعني ما ارتعبتي ما خفتي؟ اي. انت متعوده على اي. واللي معاكي ده منو؟ ده اخوي الكبير. اخوي الكبير؟ اي. هو جابكم الحديقه؟ لا خالي جابنا. بس هو هسي موديكم اللعبه صح؟ اي. طيب مرحبا بك. كل عام انت بخير. انت بخير ان شاء الله. انت منو؟ كمال الدين. كمال الدين مرحبا بك. كيف مع العيد يا كمال؟ والله تمام الحمد لله. الامور ظابطه؟ والله كله ظابط الحمد لله. جبتهم اللعبات، واحده قالت تلعب نطاطه واحده سينما الخيال. هاي نجيبهم كده لعبات البنات صح؟ اقول له على الدنيا بس يجي نلعبهم كده ونبهجهم مع العيد ان شاء الله. هسه اخذت تذاكر ولا يا دوب ماشي داخل؟ والله على وشك. على وشك. هاي. شفت الاسعار كيف ولا لسه؟ والله شفتها. التذكرة بتقوم بكم اللعبة مثلا؟ والله 250 300. كويس. انت الليل عمهم يعني. اي ان شاء الله. طيب انا حديك مساحة في قناة البلد وانت تهني اصحابك وتهني اسرتك وتقول لهم كل عام وانتم بخير. والله انا كل عام وانتم بخير عليكم جميعا. طبعا نحن مستفيدين من قناة البلد ولينا الشرف انه يعملوا معنا المقابلة دي. كل عام وانتم بخير جميعا. انت متابع كنت قناة البلد؟ والله اهو مسلسلات سكة الضياع. ايوه متابع سكة الضياع. هاي اكثر زول عجبك في التمثيل منه؟ والله لحد الان كده روح. روح محمد النعيم. روح. ايوه دوكو. ايوه. شكرا يا احمد. الله يسلمك. يعطيك العافية. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت منو؟ انا فيصل محمود سرور. كل عام انت بخير. انت بخير. جيت يا دوب ولا شنو انت؟ لا لا من قبل كنت بلعب. لعبت كمان خلصت يعني؟ ايوه. لعبت شنو انت؟ لعبت النطاطه والسفينه. يعني لعبت حمته.
السفينة دي كيفها؟ مخيفة شوية كده؟ مخيفة. انت ما بكيت ولا حاجة كده؟ بكيت. بكيت؟ ايوه. نزول كمان على الهواء ضواري؟ ايوه. كده ما فضحت نفسك؟ الناس شافوا انك بكيت. اقول الصراحة. الصراحة؟ ايوه. كويس، ما لعبوا في النهاية. ايوه صح؟ صح ايوه. طيب اصحابك منو انت؟ اصحابي جاي مع خالتي وناس البيت كده، جينا لعبنا وحس قلت لهم ممكن امشي حبه كده اتنزه واجي. ايوه كويس تمام. طيب قول لهم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، تدوموا بالصحه والعافيه. شكرا. تسلم. السلام عليكم. الاموره كيفك؟ كويسه؟ تمام. انت كويسه؟ تمام. انت منو؟ صفاء. صفاء كيفك؟ تمام. لعبتوا ولا لسه يا صفاء؟ لسه عدو بقينا حتى دايرين نلعب. انتوا غاشين يا دوب؟ اي. والتذاكر اخذتوها ولا لسه؟ خدناها مع بابا. هاي صح؟ ايوه. اي واحدة حتلعب فيكم شنو؟ ده العب سينما الخيال. سينما الخيال؟ هاي. دي لاخواتك ولا؟ دي بنت خالتي ودي اختي ودي بنت خالتي. يلا وريني اساميهم، قول لي دي اسمها منو دي اسمها منو كلهم. دي اسمها هنا اهداء، ودي اسمها ريتاج، دي اسمها اسراء، ودي اسمها عيدة. عيدة كويس. انا ابدا بعيدة. عيدة كيفك؟ تمام. كل عام وانت بخير. انت كويسة؟ انت لسه ما لعبتي صح؟ انت حتلعبي شنو يا عيدة؟ العب سينما الخيال. سينما الخيال؟ اي. ما بتخافي يا عيدة؟ ما بخاف. طيب قولي لي ماما وبابا كل عام وانتم بخير. بخير؟ هما ما سامعينك لكن علي صوتك. بخير. لا. تاني شنو؟ وصحباتك؟ صحباتي. شكرا. شكرا. قولي شكرا قناة البلد. شكرا يا البلد. شكرا لك يا عيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت منو؟ يا اخي نشرف. كل عام وانت بخير. انت خير. كل عام انت بخير. دي اختك ولا اختك الكبيره انت ولا هي؟ انا كبيرة. انت الكبيره. انت اسمك منو؟ يسرى. يسرى. انت الصغيره ولا هي الصغيره؟ هي انا الصغيره. انت الصغيره. وانتوا حابين تلعبوا شنو؟ انا حابه العب لعبه الضفدع. الضفدع. وانت حابه تلعبي شنو؟ الحصان. الحصان. ودي منو؟ دي الطبقرين. ودي الطبقرين. ده الطبقرين. ودي تعرفيها؟ ديكا. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف الحال؟ الحمد لله. العام وانتم بخير. صحة والسلام ان شاء الله. طبعا الليله عيد مع الاطفال، تعالينا قدام شويه. العيد مع الاطفال الليله. الحمد لله رب العالمين، كل سنه طيبين وسالمين يا رب. طيب ان شاء الله. كيف العيد معاكم؟ والله تمام الحمد لله. بيقولوا دائما العيد فرحه بتاع الاطفال. اي ان شاء الله. اي هاي جبتوهم 200 الاطفال خاصي جينا يا ماشيين يا دوب. لسه ما لعبوا يعني؟ لا لسه ما لعبوا، لكن بيقوم من الصباح بيقول لكم ماشي. اي عزبونا والله من النهار. من النهار كمان. اليوم يومهم لكن. اي الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. طيب انا حديك مساحه تحيي فيها اهلك واغاربك كلهم على قناه البلد الفضائيه بالمناسبه العيد السعيد. ان شاء الله كل سنه طيبين وسالمين يا الله. الاخت فاطمه ابراهيم في جزيره بنارتي، وشهاب الدين اخوي وابو بكر واولادي بعافيتهم ايمن واشرف وامجد وايمن ومحمد وسهيده، كل سنه طيبين وسالمين يا ربي. ان شاء الله وانت طيبه. ان شاء الله والله يديك الصحه والعافيه. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. الله يعافيك. جميعا يا ربي، جميع المسلمين يا ربي. نحن لسه متواصلين معكم مشاهدي قناة البلد الفضائية في كل مكان، ونحن في لعبة من اللعبات الخطيرة جدا، لعبة السفينة. وطبعا السفينة دي عندها قصص كثيرة جدا، يعني أغلب الناس مع السفينة دي شغالين صواريخ وجوطة زي ما سامعين، لكن عموما حنشوف ضيفتنا وحنشوف بالمناسبة إذا هي كانت من ناس الصواريخ ولا من الناس الصابرين. يعني مرحبا بك، كل عام وأنت بخير. إن شاء الله. منو معانا؟ هديل. هديل أنت بتصرخي ولا الموضوع ده عادي؟ لا لا يعني تعودنا. أنت سامعة الكلام ده؟ أنتي صواريخ سامعة؟ إي سامعة. أنت عادي يعني؟ عادي يعني ماشي. منو معانا؟ حسينة. كل عام وانت بخير. وانت بخير. انت ركبتوا السفينة ليه الليلة؟ عشان حلو كده يعني، فيها مدعى وحاجة زي دي يعني. بس لكن بيقولوا مخيفة يعني. والله هي ما مخيفة، بس كده الناس يعني بحبوا يعملوا حركات وكده يعني تسلية وكده. انت
بس جاهزين للحاجة دي؟ جاهزين طبعا، لكن الصف طويل شايف. مستنيين بس. يا ربنا يعينكم الليلة غادي. ان شاء الله. جيتوا براكم ولا معاكم منهم؟ معنا صحباتنا. اي. طيب حابين تقولوا لهم شنو على قناة البلد الفضائية نحن بننقل في العيد، وحابين توصلوا تحياكم لمين تحديدا؟ والله أنا بوصل تحياتي لأهلي في الخرطوم، حبوبة وخالاتي كلهم، ولهنا أمي وأبوي وأخواني وأختي فتشات وعماتي وكده. لا ولا أشوف الصواريخ بعدين. أي. طيب وإنتي؟ أنا بوصل تحياتي لأمي في السعودية، ولأبوي ولأختي وئام الكبيرة، لعلى أخوي، وبتمنى لهم عيد مبارك وينعاد عليهم بالعافية. يعطيك العافية إن شاء الله، موفقين. تسلم إن شاء الله. نحاول تواصل معكم مشاهدينا من داخل حديقة لونا بارك في معايدة ومطايبة مع الأطفال ومع الناس اللي بيجوا الحديقة عشان ما يستمتعوا في أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. طيب نحن لسه متواصلين، وزي ما شايفين صف السفينه طويل وفي ناس لسه في الانتظار. مرحبا بك، منو معانا؟ علا عصام. علا كل عام وانت بخير. انت بخير؟ كويسه. انت تمام؟ انت في الصف عارفه رقم كم بس ولا لا؟ ما عارفه. لكن ورا انت واقفه؟ اي صح. الصف طويل؟ اي صح طويل. السفينه كيف معك؟ حلوه. ما بتخافي منها؟ ما بتخافي. طيب في ناس بيخافوا من السفينه؟ هاي الناس بغاب منها. هاي كيفي؟ كويسة؟ الحمد لله. تعالي قريب. كل عام انت بخير. انت بألف خير. انت منو؟ فاطمة عصام. فاطمة كيفي؟ كويسة؟ الحمد لله. جيت الحديقة مع مين اليوم؟ مع أهلي وبنات عماتي وكده. طيب سلم عليهم، قول لهم كل عام انت بخير. كل عام انت بخير. السفينة دي مخيفة، الناس قاعد سامعهم. انت قاعد يصرخوا وقاعد يكوركوا؟ أيوة. سامع الحاجة دي؟ أيوة. متأكدة؟ أيوة متأكدة. هتلعبيها؟ إن شاء الله. قلبي قوي يعني. ان شاء الله بحاول. انت خايف؟ ان شاء الله. طيب اول مره لعبتيها خفت ولا ما خفت؟ صراحه في الاول كنت خايفه، بعدين لما جيت خشيت لقيتها يعني حلوه. صرختي وكده؟ صرخت. ايوه صح. ايوه. هسه كيف؟ تمام. ما حصرخ ان شاء الله. وعد نحن حنصور حنشوف بعدين. تمام تمام اتفقنا. تحدي بينك وبين منو؟ بينك وبين صاحبتك. تمام. حصرخ هي خسرانه. تمام. طيب انا اقول كل عام وانتم بخير لغايه البلد. كل عام وانتم بخير. 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 انت منو؟ انا سي عبد الله. كيفك؟ كويسه؟ تمام. جيتي مع مين الحديقه؟ جيت مع امي واخواني. طيب سلم عليهم وقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طيب بتخافي ولا ما بتخافي من السفينه؟ ما بخاف. ما بتخافي؟ يا زوله والله الكلام ده ما بيعمل لك مشكلة؟ الناس قاعدة تكوري قاعدة تصرخ. مين قاعد تخاف منه؟ اتعودتي عليها ولا؟ لا ما تعودت عليها. ما تعودتي عليها؟ حصل لعبتيها قبل كده؟ لعبتها مرة. كم مرة؟ مرة واحدة. طيب خفتي فيها ولا ما خفتي؟ خفتها. خفتي؟ والليلة كيف؟ الليلة ما لعبت. متأكدة؟ طيب شكرا لك، وبقول لك مرة ثانية كل عام وانت بخير، وحديك مساحة صحباتك حافظة أساميهم طبعا. أي. يلا سلم عليهم بأساميهم وقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. هم منو لاقين أساميهم؟ هم ناس ميساء ونجاة ويهم. كل مع السلامة. مع السلامة. أنا هو تواصل معكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من حديقة لونا بارك، وبرضه في مجموعة كبيرة جدا من الأطفال بيستمتعوا في هذا اليوم. كل عام وأنتم بخير، ويا رب دائما الفرحة تكون في الأطفال كبيرة جدا عشان ما تخفف علينا هذا العناء اللي بنعيشه في أيامنا في السودان. وفرحة الأطفال طبعا هي فرحة لكل البيوت السودانية بدون أدنى شك. كل عام وأنتم بخير، وكل ما ينضم للمتابعة في شاشة البلد على قناة البلد من بور سودان تحديدا، عيد ثقل السودان الباسم.